الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم. بالنسبة للمصلى التراويح الآن هو في النسخة ديالو 11، كان أول نسخة درناها في 2009، والسبب حتى درنا هذه النسخة حنا الساكنة، حنا اللي تنظموا هذا المصلى، هما الساكنة ديال حي الإنبيعات. كانت الفكرة جات هو أنه في 2009 كيف تتعرفوا كان تيجي رمضان في الصيف، ففكرنا قلنا علاش ما نديروش واحد الفضاء يكون فيه شوية ديال الهواء وما يكونش ذاك الصاد اللي تيكون في المساجد. هذا ديال السبب الأول. السبب الثاني كيف تتعرفوا على أن مدينة سادة تعد هي المدينة الثانية في كثافة السكان بعد مدينة الدار البيضاء، ففكرنا أن ندير واحد الفضاء كبير يجمع عدد كبير من سكان حي الإنبيعات أو سكان مدينة سادة عموما. جات هذه الفكرة في سنة 2009 واستمرت إلى سنة 2018. في سنة 2018 كيف تتعرفوا أن السنة الميلادية والهجرية تكون بيناتهم واحد التفاوت بنسبة 13 يوم في العام. بعض الحصائر تصبت عليهم الشتاء وطلع الغيص وبعض المعدات الصوتية وصل لهم الماء، ففكرنا أن في 2019 ما غاديش نديروها لأنه غادي تكون الشتاء ويوقع لنا شي بعض الخسائر. فدرنا واحد البيان عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك بأننا راه هذه السنة 2019 ما غاديش ننظموها. البيان كان في 13 شعبان، حطينا البيان في الصفحة بأن راه ما غاديش ننظموها لجدي الأسباب. السبب الأول هو احتمال تساقط الأمطار، السبب الثاني هو برودة الطقس. ملي حطينا البيان في الصفحة لقى واحد التفاعل كبير من طرف الناس سواء سكان مدينة سلا أو خارج مدينة سلا، علاش ما غاديش ديروها، شنو السبب؟ بل البعض قال بأن هذا السبب ديال احتمال تساقط الأمطار هو سبب واهي، بل السبب الحقيقي هو منع السلطات. وفي الحقيقة أن السلطات لم يكن لها أي دخل في عدم التنظيم، فكان واجب علينا أننا نصدر واحد البيان، سجلناه مع بعض الجرائد الإلكترونية، سجلنا فيديو بينا فيه بأن السلطات لا دخل لها في المنع، وإنما احنا اللي ما بغيناش نديروها للأسباب التي ذكرنا. فقلنا والدليل على ذلك أن إذا لقينا اللي غادي يغطي لنا هذا الفضاء احنا مستعدين نديروه من غدا. ملي حطينا الفيديو بعد 4 أو 5 دقائق جاونا مجموعة ديال الاتصالات من المحسنين بأنهم مستعدين يغطيوها. قلنا لهم صافي انتم مستعدين تغطيوها إذا احنا مستعدين نديروها، وكيف تشوفوا الآن هي في سنة 2019 كانت بواحد الحلة جميلة. هذا التنظيم هو متكون أولا عددا 40 منظم من أصناف متنوعة. الصنف الأول يعني كاين اللي باقي التلاميذ يقراوا تيدرسوا، وهادو أغلبية تخرجوا من دار القرآن، منهم حفظة لكتاب الله، منهم موظفين، ومنهم اللي كما قلنا تلاميذ. فتتم العملية ديال التنظيم كتبدأ مباشرة بعد صلاة الظهر مباشرة كل يوم. اما التنظيم بدايه قبل رمضان 15 يوم تيبدا يعني التهيئه من تنظيف من مطاري اجهزه الى اخره. فاش كيبدا رمضان بعد صلاه الظهر مباشره يتم توزيع الاعمال، من بينها مثلا الاخ جمال تنشوفوا شنو هي المسائل اللي هي ضروريه خاصنا تمشيو نجيبوها، من صوتيات، من ماء، من اكل، من شرب الى اخره. هذا اللي كننظموا كنجيبوه. ثم كيبدا العمل ديالنا داخل المصلى. اولا كاينه اللجنه ديال الماء خاصه بالماء لتوزيع الماء، يعني هذوك البراعمال يتغسلوا ويتنظفوا، كنوصيهم انهم يكونوا يعني في المستوى العالي لاستقبال ضيوف الرحمن خاصين بسقي الماء للمصلين. ثم صنف اخر خاص بتسويه الصفوف داخل المصلى. صنف اخر يعني كيراقب بعد صلاة العصر المصليات اللي هي متكونة من ثلاثة المصليات، مصلى رقم واحد فضاء واحد للرجال، وجوج وثلاثة فضاء جوج وثلاثة للنساء. هاد المصليات كيراقبوهم دائما بعد صلاة العصر، ربما الريح كتجي كطير الحصير كيسمروهم، ربما يكون حشاكم شي كواغط وكذا كينظفوه، كينظفوا المصليات كلهم. تيبقى هاد العمل حتى المغرب، هاد العمل المنظمين اللي في الصوتيات بحال الأخ جمال، واللي في الإعلام الأخ عبد الرحمن ومعاه الأخ أخونا يوسف، هادو كيبداو يديروا ليسي، تيديروا التجربه ديال الصوتيات بعد صلاه العصر مباشره، ربما يكون شي عطاب، شي باف ما خدام، شي خيوط ما متواصلينش، تيبدا الصوتيات. هذا تنقولوا بعد العصر، هكا تتم العمليه ديال بعد العصر. المغرب مباشره تنفطروا، من وراء الفطور سيتم توزيع الاعمال، توزيع الاعمال منها الماء، هذاك الماء اللي تعمر كيمشي يتوزع الاماكن ديال الرجال، ونواحي ديال المصلى ديال الرجال، ثم النساء داخل النساء وخارج البرامل ديال الماء بالبانيو بالكيسان الى اخره. ثم كيتوزعوا المنظمين للجوار ديال المصلى، لا في الشارع ديال واد الرمان ولا في الشارع الاخر اللي كيخرج الشارع
عبد الرحيم بوعبيد اللي خاص بنساء فضاء جوج وثلاثة كما قلنا، يعني خاصين أن السيارات موقف السيارات ما يكونوش على العراقيل ديال العرقلة ديال ضيوف الرحمن. ثم كذلك تشويش ديال الأطفال، كنحاولوا أن الأطفال ما يشوشوش لا على النساء ولا على الرجال. بالنسبة للرجال كنديروا الأطفال اللور، انهم كيصليو اللور كيتكلفوا بهم جوج المنظمين باش ما يشوشوش على الرجال. بالنسبه للنساء درنا جوج الفضاءات، فضاء خاص بالنساء بدون اطفال وفضاء خاص بالنساء بالاطفال، باش كل شيء يرتاح وكل شيء يعني يتعبد الله كما شاء. 4000 متر مغطى عند الرجال و2000 متر مغطى عند النساء زائد الفضاء اللي منه السماء، فالمساحه ديالها اللي مفرشه عموما 10000 متر مربع، وملي تتعمر تتوصل 13000 متر مربع، تتهز حوالي 30 حتى 35 ألف مصلي ومصلية. بالنسبة لرواد هذه المصلى أغلبهم من سكان مدينة سلا، ويأتون من مدينة الرباط بل من مدينة السخيرات وبوزنقة، ويأتون أيضا من بقنادل وقنيطرة، هذوما رواد هذه المصلى خاصة في التهجد. لما تكون نصلي التهجد اللي تبدأ مع الوحدة تكون أغلب الرواد من خارج مدينة سلا. علاش؟ لأن هذه المصلى معروفة عند الناس أنها تستقطب أكابر قراء المملكة المغربية، أكابر القراء كالشيخ عبد العزيز القرعاني والشيخ الغربي وغيره من أكبر قراء المملكة، فتبغيو يجيو لهذا المصلى يسمعوا أصوات هؤلاء القراء اللي ما تقدوش يمشيوا عندهم حتى الأماكن بعيدة. هذا الدعم يأتي من المحسنين ومن الجيران، تصوروا بأن كما نقول بأن الدعم أول من يقدمه هو الجوار ديال الساكنة. تصوروا بأن احنا فينا نحطوا المطير الأجهزة وفينا غياكلوا المنظمين بل فينا غيتوضوا حتى المصلين. هذا الله يجزيهم بخير، هذا الساكنة اللي مقابل المصلى عطينا ربعات الكراجات بالماء والكهرباء، الله يجعل هادشي في ميزان حسن. صراحة واحد التضحية اللي كدير لنا شحنة كبيرة. ثم الناس يجيبوا الفطور، تيجيبوا الماكلة، تيدعوا معاك، يعني هاد الناس دعم متكامل من الجميع، من أيادي خافية وفي نفس الوقت اللي هي علانية كيجيو لنا، كيجيبوا التمر، يجيبوا الشباكية، يجيبوا الحريرة، يجيبوا الماكلة، هادشي من الجوار ديال الجوار تنقول له مصلى. ثم آخرين اللي الله يجازيهم بخير تيجيب لك الماء باش يشربوا الضيوف، وهذا هو اللي كاين، نطلبوا الله يوفق ويتقبل. شكرا جزيلا. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.